السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تسونا جيمر. اليوم جايب لكم الحلقة السادسة من دونت ستارف مع معاناتي في الشتاء الجزء الثاني، بس إن شاء الله ما يكون في معاناة في هذه الحلقة لأني سأكون متمكنة من فصل الشتاء بإذن الله. فأول شيء نشوفه هنا أنه دراينج راك خلص وتم تنشيف هذا اللحم بنجاح، فخلونا نأخذه ونأكله مباشرة. فخلونا نشوف، بيزود العقل، والله زود العقل 10، الله شعور جميل يا أخي، أخيرا لقينا حاجة تزود العقل. فنخليه هنا إلى وقت آخر، وسنقوم في هذه الحلقة بمحاولة النوم في الليل القادم في الخيمة، وسنقوم بصنع الكروك بوت. فخلينا ننزل وندور على الكروك بوت، وهذا هو الكروك بوت. نحتاج 6 من الشاركول، وإحنا معانا حبتين بس، فلازم نروح ونشيل شوية من الـ الأشجار. طيب عندنا شمعة؟ ما عندنا شمعة، نسوي شمعة ما في مشاكل. طبعا الشوكولاتة حاليا ما لها فايدة لأنه ما يمديك تزرع حاجة أصلا، فشي سيء. فلازم الحين نلاقي بعض الشجر المفترق عن بقية العالم، فخلينا ندور. هذه واحدة لحالها، أوكي لازم نسوي شمعة، خلينا نسوي شمعة ونقوم بحرقها، ونقول إن شاء الله إنه ما في شي ثاني ينحرق معاها. وكويس ما في شيء ثاني نحرق معاها. فخلينا نمسك الاكس، ما شاء الله بعدين على طول بطريق كثير. اذا لا لا خلاص، انا اسف كنت ابي اتدفى، بس كسر هذه وناخذ شاركول. الله عليك، ليه اخذنا اش؟ في شيء كان في شيء وراها وانحرق ما انتبهت له. خلاص ارميه هنا، ناخذ حبة شوكولاتة، كذا صار عندنا الشوكولاتة فل. تعلمت انه لازم اشيل كل حاجة قدامي، فهذه المرة بشيل كل حاجة قدامي، ما بسيب ولا حاجة. فخلينا ندور شجرة ثانية، ولا وين الاشجار اللي سويتهم بنفسي؟ خلينا ندور عليهم. انا في صف من الاشجار سويته اريد ان احرقه كله، فصف الاشجار اللي سويته، اي والله هذا هو، هذه البقايا حقه. خلاص يلا نشيل البقايا ونقوم بزراعة دفعة جديدة، بس الشجر اللي عندي خلص، او بذور الشجر خلصت. خلينا ندور على شجر مرصرص قريب مننا، والله في يوجد فوقنا بس ممكن تنحرق اشياء ثانية معاه. فخلونا نروح الغابة اللي على اليسار ونأمل انه ما في اشياء ثانية زيادة عن اللزوم تنحرق. فنمسك السلاح حقنا ونستعد ونقوم بحرق هذه، فتنحرق هذول الثنتين. اوكي يلا بسم الله، تكفى لا تنحرق اكثر من كذا. اوكي يلا، لا 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 اوكي بس خلاص وقف هنا، كفو عليك وقف هنا. البطريق انت، انا ودي اخليك تصقع هناك اذا كان هذا ممكنا. الله انحرق، لا ما انحرق، قهر كان بينحرق وبيموت. وياتي الليل بسرعة خارقة خارقة جدا، زيادة على اللزوم. كل اللي قدرنا نسويه انه نسوي كذا بس، لا ما ينفع يا اخي. المشكلة ما اقدر اتحمس واحرق الغابة كلها. فيلا بسم الله، ان شاء الله ما ينحرق بيت الخنزير، ونشوف حظنا هل سينحرق بيت الخنزير. اوكي بس الشجرة اللي انحرقت شي جميل. نقوم بقطع الاشجار في نفس الوقت عشان نوفر الوقت والجهد والمال. اوكي صار معانا نبتتين، فنقوم بزرعهم في وسط الغابة اللي هو على الممر. خلينا نجرب هالمرة اذا يمدينا نحطها على الممر ولا ما يمدينا، والله الظاهر انه يمدينا. اوكي لننطلق إلى المنزل حقنا أو البيس، المنطقة الرئيسية حقنا، ونضع بعض اللحم. أو اللحم هذا بيخلص، فإيش نسوي فيه له؟ نقوم بإعطائه للخنازير قبل ما يخلص. يلا بسرعة، وين الخنازير؟ يا ليل هم يخشون بيوتهم، يعني خلاص ما في أمل. تعال أنت. أوكي الغريب في الموضوع أنه مر يوم كامل وبس 20 هنجر نقص من عندي، إنجاز إنجاز كبير صراحة. فبننام في الخيمة حاليا، بس استنوا شوية، ايش كان ناقص عندي؟ كان ناقص علي اوكي 3 من الكاتستون، اما ما عندي حجر. يا ليل لازم اسوي حجر، لازم اكسر حجر. فخلينا ننام بسم الله. هل بتجيبنا في الصبح على طول ولا في الليل؟ والله جابتنا في الصبح تمام، والسانيتي حقنا صار مرة كويس، الله عليك. طب صار عندنا 23 هنجر بس ابو الخياس، فلازم انه ندبر نفسنا في مصدر غذاء. لا ذولا فسدوا يا ليل، انا تحمست على طول كذا.
يلا نقوم بقتل بعضكم. أيوة أحح. أوكي نأخذ هذا الشيء ونروح إلى هذا الاتجاه. وينك تعال؟ أنا شفت واحد هنا. أيوة أمسكها. ما أعطتني شيء. أوكي أعطاني، كويس. نأخذ رقم 3 وخلاص كذا يكفي. يا ولد خلاص لا تنصقع، والله بقي واحد وينكسر. أوه الخوذة انكسرت. لا 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 لا، مشكلة مشكلة. الخوذة الجليدية راحت، خوذة الثلج. خلينا نشعل شوية نار ونقوم بطبخ هذه الأشياء الثلاثة بهذه الطريقة الجميلة، ونقول بسم الله. الله عليكم، 50 هنجر، كويس. طيب الحين المفروض أننا نروح ونكسر بعض الحجر والبكاكس حقنا. هذا هو، ننطلق إلى أقرب مكان فيه له حجر، هذا هو على اليمين، ونكسر كمية كبيرة عشان المستقبل، مو كل شوية نروح نكسر. فهذا اليوم كله بيكون عبارة عن تكسير حجر، فبسم الله نبدأ. أول حجر عندنا هذا اليوم. الله عليك الله عليك. نكمل طريقنا بأي اتجاه؟ هذا في واحدة تحتنا هنا، نكسرها وبتعطينا جولد. هذه نسبة الجولد فيها عالية جدا. الله عليك، كفو. جولد وبعض الفلنت وأشياء أخرى جميلة. نأخذ حبتين من البيري باش ونأكلها لزيادة الهيلث. أوكي هنا في حجرة، خلنا نأخذها. وحجرة جديدة، تعال هنا عند الحجرة. والله أماكن البطارق مرة كثير، أما ما عطتني شيء يا بخيلة. أوه صح، أنا ما عندي حاجة أبو الخياس. لحظة، وين الشمعة؟ فلتتدفأ قليلا. أما ما ينفع، لا 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 أبو الخياس يا ليل. وبعدين نسيت إني ما سويت حاجة تحميني من النار، فلازم نرجع البيس. بس يلا بما أننا هنا خلينا نكسر شوية، نكسر هذيك ونرجع للنار. وهيا بنا نكمل تكسير. وين راح البكاكس حقي؟ أفا انكسر. أوه لا جليل يا ليل، استغفر الله، وش هذه الأشياء اللي قاعدة تتكاتل فوقي دفعة واحدة؟ يلا نشيل الأشياء. أوكي شيل هذا بما أنه زود العقل، والبكاكس بما أنه انكسر خلينا نصنع الجولد عشان نزيد عقلنا 20 من أجل المستقبل. انطلق وخذ هذه معاك، البيري بوش. أهلا أيها المخلوق العملاق البفالو، أين منزلي؟ منزلي بهذا الاتجاه. يقال أن الشتاء سينتهي عند اليوم 41، فاقتربنا من الشتاء يخلص يعني نوعا ما. جلسنا 6 أيام، إنجاز إنجاز بالنسبة لأول مرة. أوكي هذا ما له فايدة أعتقد إلا هذا، فخلينا نتأكد إذا له فايدة ثانية ولا لا. أوكي يبدو أن فوائدها زي الشوكولاتة بالضبط، فهي شيء خايس. فلنطبخ هذا الشيء الجميل ونأكله. الله عليك صار عندنا 50. الحين نستطيع صناعة القبعة الشتوية. فين راحت؟ هي في السرفايفل، يفترض انها بالسرفايفل يعني. اوكي لحظة، لازم نجيب اول حاجة 4 من الول حقت البفالو. طبعا من فين جبته؟ من الموتى المفاجئين اللي فجأة يموتون كذا، يقرروا انهم يموتون بدون اي مقدمات. اوكي هذه هي هنا في الدرس، توني اتذكر. انزل تحت ونلاقيها في هذا المكان، وينتر هات. هلا والله، كفو. صار معانا اشياء قليلة، ان شاء الله تكفينا الى نهاية هذا العام، هذا العام الدراسي. ها ها ها. لا خلاص خلصنا اختبارات، كفو خلص اختبارات. مدري ايش الحماس الزايد اللي فيني، بس يلا احنا خلصنا اختبارات. طيب الجولدن قلع هنا ولا؟ لحظة، انا قلت اني بسوي الجولدن بيكاكس، فيلا نصنع الجولدن بيكاكس عشان يصير الهنجر عندنا، السانيتي عندنا يصبح 150 من 200. فبما أن الليل لم يأتي تماما لنقم بتقطيع بعض الأشجار. يا ساتر، إنها عاصفة ثلجية تقريبا. كسر كسر، صار عنانا ما يكفي من الأحجار لكي نصنع هذاك الشيء، ولنقم بصناعته. وكروك بوت بسم الله وعلى بركة الله في هذا المكان الجميل. يلا حطه بسرعة. الله عليه، open كروك بوت. طبعا نقدر نحط 4 أشياء بعدين نطبخها، بس أنا حاليا ما أتذكر الطريقة الصحيحة فبدور. بس لحظة خلينا ننتظر في الليل الجميل هذا. أوكي صح، هذه الأشياء الباترفلايز كان يمديني أصنع الصيادة حقها، فهي موجودة في مكان ما هنا. هذه هي، نحتاج 2 نت. والله النت حقنا خلص، يبغالنا نسوي حرب مرة ثانية.
عشان نستعيد بعضا منها. هذه هي، هذه هي. اح باقي عندي توق واحدة بس. يلا نصيدهم. امسك ابوهم، الله عليك مسكناهم. They will break my bucket glow. انا لست المع اذا رميتهم في الارض. يختفون. اوه كويس. حسب هذولا اتوقع انه كان يبدينا اصنع منهم مصباح. المصباح كان موجود في هذا المكان. احتاج حبة وحبة من الجولدن ناجت وحبة من الستراو هات. الستراو هات اللي هي قبعة القش. 12 حبة، والله يبدينا اصنع الماينر هات. شي جميل، للمستقبل سوف اصنعها بس مو الحين. اوكي انا قاعد اناقض نفسي قبل شوية، ساصنعها للمستقبل بس مو الحين. اوكي خلاص نغلق السالفة. الله عليك. يلا نقوم بذبح بعض الطيور. امسكها. يس. ما اعطاني شيء يا اخي، مشكلة اذا ما اعطاني شيء سوف انتكب جدا. اي والله تعال. اخر ضربة. اوكي هذا انكسر. قاعد اقول اخر ضربة ولسه جالس اتجهز اني امسكه. طوارئ قصوى. يلا بسرعة ولا ترى باكله. اربعة ثلاثة. اوكي اربعة حاليا. يلا يمدينا ناكل البيري بوش ونمسك بعض الارانب بس. خلاص خلص اللي معايا من قوة. اوكي في جزر هنا ناخذه ونطبخهم اثنينهم. يلا جزرة ثالثة. الله نأكلها ونأكلها. هوهو اوكي كويس على اخر لحظة. ونذهب الى هذا الاتجاه. يا اخي ذا بقعة الثلج هذه جالسة تزيد شيئا فشيئا. ابو الخياس. يلا حط هذه هنا، حط هذه هنا. ننطلق بهذا الاتجاه، نرمي الفاير فلاي. يلا هذا مليان، نرميها في المكان اللي بعده. نطبخ هذا هنا. الله ناكله. اوكي زودنا الهيلث حقنا زيادة شوية. اوكي يا شباب انظروا ماذا وجدت الان. طبعا زي ما انتم شايفين شطحت يوم انا قبل شوية جلست العب خلف الكواليس وجمعت هذا الشيئين خلفه و بعض الاكل نوعا ما. اوكي خلينا نزود شوية من الاتش بي حقنا لان سطرت من العناكب. ايوه رحت واجهت عناكب، ليش ما صورت ما ادري. طب خلينا نسوي سنارة بسرعة عشان نمسك هذا قبل يروح. ففن السنارة هذه هي، نحتاج واحد سلك زيادة. واحد زيادة بس تكفى، عندي واحد زيادة يا ليل ما عندي. طيب لازم نروح نذبح شوية عناكب كما جرت العادة. هيا بنا لننطلق ونذبح بعضهم. ان شاء الله انت ابي اخذها يا ليل. اول كنت اقدر اخذها، الحين ما ادري ما هم خليني اخذها ابدا. يلا اطلعوا لي بس لا تطلع لي الاصفار. تكفى يعني طلبتك يعني طيعني. ايوه تعالوا لي، تعال هنا. ايش فيكم؟ لا ما ابي الاصفر، ابي بس واحد. اي تعال اهرب 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 اهرب. ايوه تعالوا اهجموا عليه. انا اهجم على هذا. المشكلة انه لما يموت على طول ياخذون اللحم حقه ما يصدقون. ايوه كذا وانا اقعد اشتغل هنا. لا خلاص انا اسف 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 اسف. يلا خلاص شكرا. مع السلامة. اوكي انا وين رايح؟ مكان جديد. مش ايش هذا؟ شيء جديد. خلونا نشوف. ما شاء الله الليل مرة داعس اليوم. ايش ذا؟ مدري بس خلينا نسحب عليه ونجلس في هذا المكان لأول مرة في حياتنا بما انه مكان جديد. اوكي ما عندنا حجر يكفي، نسوي نجيب حجر يكفي. يلا نحطها بالنص بين الحجر وهذا عشان نقدر نكسرهم بالليل ونقدر نكسر خشب بالصباح. استراتيجي اقول لكم بس ما تصدقوني. وش ذا الخشب الكثير؟ اوكي مكان جديد. اي جلست مشى في مكان جديد، بيئة صحراوية. اوكي وصلنا البحر مرة ثانية. ليه؟ والله الهنجر حقي جالس ينزل، ما ينفع كذا بموت. سوف يبدأ بالنزول نزلة خايسة. والله مكان شاسع هنا وكله حجر، يعني متى ما اردت اني اكسب حجر اجي هنا. والله واسع جدا. الله لقيت لي منجم فوق سطح الارض، جميل جدا. طيب خلينا ننزل ونعود الى منزلنا الاصلي من هذا الاتجاه.
انت العنكبوت جاي من فين؟ جاي من هذه العملاقة. يا ليل، لا لا خلاص انقلعوا، تكفون انقلعوا. انا صنعت هذه وسحبت عليها، ما شاء الله علي. لا بقي لي اثنين بس. خلاص سنقوم بحالة الطوارئ القصوى، سنقوم بأكل ماندريك لأول مرة في حياتنا ونطبخه، سننام ونقوم في الليل نأكله. بنقوم يوم 29 ولا 30، والله بقومنا يوم 30 وكل شيء فل عندنا. الله، في شيء أحسن من كذا؟ جميل جدا. ونقوم بتكسير الكثير من الأخشاب هنا للتعويض عن ما حصل. كفو كفو، كسر كل حاجة حولنا. كفو كفو، لازم نجيب 20-20 عشان يصير مرة وضعنا كويس بالنسبة للخشب. فنكمل تكسير حتى يصبح عندنا الوضع جميل جدا. نكمل طريقنا هنا عسى أن نلاقي شيئا جديدا. والله في أشياء جديدة هنا، في جولد، العديد من الجولد ولكن مع أفخاخ عديدة جدا. هذه يبغالنا يوم كذا نجي نصفي فيها. أهلا وسهلا، مع السلامة. خلاص خلاص أنا آسف، والله حاجز، حاجزيني 100%. لا يا شيخ، ما أبي أتثلج. لنعود إلى النار حقتنا، فينها؟ والله بعيدة، لازم نرجع بسرعة ولا نحرق شجرة في حال صارت الطوارئ قصوى. أوه هنا في طريق إحنا. أي والله في طريق هنا يمدينا نستعمله. خلاص نستعمل. طيب ليه أنا قاعد أستعمل الطريق؟ هناك بيتي. أوه لقينا ريد، خلينا نشيله، بنستعمله عشان نسوي حاجة بوريكم إياها. بس لما نرجع المقر حقنا بسلام. وطبعا ليس في هذا الوقت. لا 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 لا، أح أح أح، بموت. خلاص حال الطوارئ قصوى، احرق. أيوة بس أنا بحرق الغابة كلها كذا أعلم ذلك. لا لا خلاص أنا آسف، معلش. أوكي سويت أكبر غلطة في حياتي، هذا المكان كله بينحرق الحين مع كل الأشياء اللي حوله. تكفى وقف هنا. كفو وقف هنا، تمام، تم إيقافك بنجاح في هذا المكان، لا تنحرق أنت بعد. أوكي الجانب الجيد أننا حصلنا على العديد من الشاركول، الجانب السيء أننا سوف نخسر العديد من الأشياء. مثل إيش؟ ما أدري، لا تسألني. أوه شوفوا ذبحنا واحد من الحيوانات مع النار العظيمة اللي صارت قبل شوية، فإذا أخذناها ما في منها مكان، نحطها بدال الدخان ونرمي الدخان في الأرض. انقلع هناك يا أخي. أيوة كذا، وأنا أخذ العديد من الشاركول. الحين نقدر نسوي بومرانج بالهبل. 23 كاملة، كفو والله. بقي واحدة وينها؟ هذه هي. وخلونا نشوف الخريطة كيف صارت. الله فاضية، فارغة تماما. نعود إلى منزلنا، نتدفأ قليلا، نتدفأ بهذه الحبة. أوكي شباب أخيرا رجعنا المقر، فنبدأ ونصنع الشيء الرهيب اللي كنت جالس أكلم عنكم. فأول حاجة نحتاج إلى بعض البابيروس اللي هو البيبر، الورق. فقمنا بصناعة حبتين منه، والحين نصنع الشيء هذا الرهيب اللي المفروض إنه يبدينا نصنعه حاليا، هو أحد الأجهزة. أو صار يبدينا نسوي سنارة. أي صح، خلينا نشوف بالصبح إذا هذاك لسه مكانه ولا تغير مكانه. I am so hungry. خلاص اسكت. هذا هو بيرد كيج، نحتاج 2 سيد. أما ما عندنا سيد، مستحيل. أكثر شيء يكون معانا بالوجود الحين ما هو موجود، فظهر إنه لازم ناخذه بالصباح، هذا اللي بيصير. فلننتظر حتى يأتي الصبح. أوكي تمام، الحين نروح نشوف إذا هذاك شيء موجود ولا راح. في الغالب هو راح، بس تكفى كن موجودا، كن موجودا تكفى. أوكي مو هنا، نطلع فوق ندور. أوكي يبدو أنه رحل بلا رجعة أصلا، عادي، إن ذلك مؤسف. كنت بسوي السنارة خصيصا عشانه، لكنه قرر انه يختفي. خلاص بكيفه، مالي دخل. خلاص انا بجمع كل السترينجز اللي هنا. يا اخي افتقدنا هذولي. ابعد 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 حقي. ايوه هذه خربانة، نصها مختفي، نص متانتها رايحة. هل هذه موجودة من فصل الصيف هنا مرمية؟ ما اتوقع ذلك، اتوقع انها حديثة المرمية حديثا. طب خلونا نشوف هذا العصفور، هل سوف يرمي حاجة؟ تكفى ارمي.
ما رمى أصلا عادي. كفو، لقينا حبة سيد ثانية أخيرا، نأخذها. وخر، أوكي تمام. كأنه متى نتها زادت، ولا يتهيألي كان لونها أصفر قبل لا آخذ، حتى قبل لا آخذ الحبة الثانية كان لونها أصفر. يمكن الشتاء يطول المدة فخلى مدتها من أخضر إلى أصفر، من أصفر إلى أخضر، ممكن. كفو، نجمع هذه. والله صار عندنا 30 تويجز، هذا أكبر كمية جبناها في يوم من الأيام. أيوة ناخذ هذه، وناخذ البيري باش اللي موجودة هنا اللي شفناها بالجهة الثانية. أيوة والله موجودة لسه. تمام كفو، الحين نعود إلى المنزل لكي نقوم بصناعة البيرد كيج. أوه هلا والله، تعال من أول وأنا أدور عليك. امسك ونكمل نرمي عليه. امسك هذه، كفو ذبحناه أخيرا، أخيرا مات النشبة ذا. شعور رهيب إنك تقدر تمسك هذا الوحش، هو مو وحش هو طائر، بس شعور رهيب الزبدة. وعلى الرمح حقنا هذا هو 17% وينكسر، وعندنا واحد ثاني موجود هنا 67%. فنعود إلى البيس. أين أنت أيها البيس؟ تعال أنت، أنت أيتها الشوكولاتة الجميلة. آه هي is so hungry مرة ثانية، مرة ذا يجوع، يجوع كثير في وقت قصير. طيب ايش نسوي الحين؟ قلنا بنسوي البيرد كيج، فبسم الله وعلى بركة الله. ورع، خذ وخذ، يكفيك كذا، المفروض يكفيك. كان هنا موجود. اه صح، باقي الجولد، خلينا نطلع 6 حبات. 1 2 3 4 5 6، وهذا نرميه هناك. الله عليك بيرد كيج، الله اخيرا نرميه في هذا المكان بهذه الطريقة. لازم نحط عصفور داخله، فعشان نمسك عصفور لازم نسوي البيرد تراب اللي هو ثاني حاجة موجودة هنا. اه فنحتاج 4 سلك، فننتظر اليوم اللي بعده، مرة مطولين شكلنا، لازم اسويها بهالحلقة. اعطوني بيضكم، يلا كيفكم، مالي دخل. ففائدة هذا البيرد كيج انك لما تحط عصفور داخله تقدر انك تأكله سيد، تأكله واحدة من النباتات، ويصير ينزل لك حبتين منها، ويصير تزرع منها عدد لا نهائي. ناخذها بسرعة، واضح اننا بطيئين ما يمدينا نواكب سرعتهم الخارقة. فنمسك الشفل ونخلص ما فيه من متانة عشان ناخذ الخشب المتبقي بهذه الطريقة. شيل هذا بعد، أيوة كان باقي، باقي 12%. أنتم بتعطون البيض حقكم؟ طبعا لا، عادي. أي والله صار عندنا لحمتين الحين نقدر نستعملهم في التغذية. أيوة أيوة، كل كل، وحس بطعم النصر بعد ما ذبحنا هذاك. الحين صرت أتمنى إنه يصير فيه منه كثير عشان أقدر أمسكه مع البوم رينج اللي معايا. هلا والله، شوفوا دراينج راك خلص، صار عندي جيركي، مونستر جيركي. طبعا ما باكله، توني اكتشفت انه ينقص 5 من العقل، فما بناكله الا اذا صار عندنا نقص شديد. فحاليا نرميه في هذا المكان، ونقوم بقتل 2 من الفئران عشان نقدر نسوي اللي هو هذاك. فبسم الله، اللي هو البيرد كيج طبعا. بسم الله، ونهجم على العناكب نفسهم اللي جالسين نقاتلهم كل مرة. نمسك سلاحنا القوي اللحمة، أيوة نرمي هذه عليهم من بعيد، ونهرب قليلا ونمسكها. ياس مسكناها، وين راحت اللحمة؟ هذه هي. لا تكفون، ما أبي الأصفر. أوه تعالوا تعالوا، أبي واحد منكم بس. أي أنت الأصفر تعال. لا 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 تهجمون كلكم. أيوة 2 2 ضد 2، كفو كفو كفو. أنا ما أدري بهجم على مين، لا خلاص أبعدوا عني. أيوة أنت اذبح هذا بهذه الطريقة، كفو. نهجم على هذا بعد، والله نقدر نذبحهم كلهم، والله قوي السلاح، مرة قوي. لا تعال، والله ضربة واحدة، ضربتين بس، كفو. يس خلاص أنا بروح أذبحهم، خلاص تم إنهاء الأمر، يجب أن يموتون.
بهذه الطريقة. لا لا لسه في كثير. اوف 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 اوف، في 3 محاربين لسه باقين، تعالوا ساعدوني. لا 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 لا، ايوه ساعدني. يعني لازم اتأثر ضربة واحدة على الأقل، بعدين أقدر أقاتلكم. أيوة عادي، يلا واحدة ما فيها مشكلة. وين الثالث راح؟ لازم نذبحه. أيوة كافو، انطلق نروح نكسرها، لازم نكسرها. بس إذا كسر أحح، أوف 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 أوف، إيش ذا؟ ملكة ذي ولا وشو؟ الحين تقررين إيش تطلعين بعد ما كسرنا كل حاجة؟ هل سوف تمشي؟ والله جالسة مكانها. أبو الخياس، خلاص أنا آسف، مع السلامة، إلى اللقاء. والله مشكلة، سوات مصيبة أنا. طيب السلاح اللي الشيء اللي كنا نبغاه كان يحتاج 4 ولا 3؟ تكفى قولي نحتاج 3. يا ليل يحتاج 4. فايش نسوي؟ احنا جعانين. اوه راح البطاريق، كفو. هذا البيض حقهم، يعني يسيبون البيض حقهم لما يصير قريب من الانتهاء. شوف كيف الوسخين. اوكي نضعه بهذه الطريقة ونأكلهم اثنينهم وننطلق في رحلتنا للبحث عن أقرب واحد. أقرب هذا فين؟ أقرب واحدة. شوف الحين صاروا بعيدين مرة، شوف وينه مرة بعيد. يلا نروح لهناك، ما في مشكلة. هذه مشكلة انك تكسرهم يا اخي. والله هنا في كمية كبيرة، بس لا مع نفسهم. خلاص بروح يمين، يمين اضمن لي. كافو بيض ثاني، 4 بيضات. والله كويس، طلعوا مفيدين بالنهاية ذولي، وانا اقول ما لهم فايدة. دامكم تعطوني بيض كثير انا اشكركم صراحة من اعماق قلبي. ويأتي الليل، تستهبلون شلون؟ ليه؟ اوه هذا يهجمون على مين؟ ولا جالسين كذا يستعبطون بس؟ ما ادري شكلهم يستعبطون. خذ هذه. اوف 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 اوف، لا لا خلاص انا اسف. I am very sorry. ايوه انتو 3 تعالوا بس. لا اوكي اضربه اضربه اضربه. لا 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 لا، انا وين رايح؟ الى اللانهائية وما بعدها. اي خلينا نطلع من هذا الاتجاه بهذه. اه انت وش؟ انت وش انت؟ مخلوق جديد. هل يهجم علي؟ والله ما يهجم، كويس. اوكي سابوني في حالي لكن ما جمعت اللي ابغاه. يا ساتر يا ساتر، ايش تبغى انت؟ انقلع. انت وش انت؟ وخر. اوكي انقلع. ها ها وجع. لا 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 لا، اما كذا يسوي ذا الشيء؟ كان يجيني اول، بس اول مره يطفي النار علي زي كذا. ابو الخياس اللي زي كذا، والله عليهم اشياء خايسه اللعبه دي. خلينا نروح نجمع هذولي. طبعا لسه ما جمعتهم، ما جمعت 4، فننتظر الصباح عشان نروح نقاتلهم. لا 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 لا، وش ذا؟ انتم مره تحبون تفجعوني مره، صح؟ من هوايتكم انكم تفجعوني. تعال تعال كافو، اللي بعده تعال كمان. انا سوبرمان. وين راح؟ كان في واحد ثلجي، اكاد اقسم انه كان في واحد ثلجي. هذا هو مات. ما مات الخنزير معاه؟ لا حقي حقي حقي. او انا اخذته هو اخذه في نفس الوقت، سبحان الله. انت خلاص بكفكم صراخ، بسكم صراخ بس. يا ليل يا اخي، اعطيني حبه واحده من اللي ابغاه وبسيبكم صراحه. اوف 3 حبات، 3 حبات سبايدر جلاند. الى اي درجه تحبون سبايدر جلاند انتو؟ ايوه سترينج. اوف 10 حبات وجع. شوف جالسين يجلسون يصرخون في مكانهم، ما ادري حاجة غريبة. تعالوا. ايوه موت. اللي بعده اللي بعده اللي بعده، خذ. اوه شكله ما في اي احد، شكلها خلاص كذا النهاية. انها النهاية، نكسرها يمدينا. كفو حطمها الى الابد. اوه شوف شو اخذنا، اخذنا سبايدر ايج، سبايدر ايج بنفسها. الله ابو الحركات،
اوكي خلينا نحطها بالشنطة، بس ايش نرمي بدالها؟ خلاص نشيلها معانا. اوه الشتاء خلص، كفو كفو والله الشتاء خلص. اوكي يا شباب، هذه نرميها. لا 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 تزرعها، لا تزرعها يا غبي، ما كان قصدي ازرعها. بس يلا خلاص دام الشتاء خلص، قعدنا فيه حلقتين بس. اوكي يا شباب كذا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، شكرا للمشاهدة، لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. كان معكم تسونا جيمر، مع السلامة.